كل يوم بيومه. الناس بعض الناس عم تيجي ما عم تقدر تشتري الغرض يعني، مع انه بصبره كله رخيص يعني. كان قبل هالجمعتين كان كيلو الخيار حقه 2000، اليوم برمضان حقه 500 ليره وما قادر الناس تشتري، عم تشتري تبع 3000. يا دوب الواحد معيشه زفت، ما حدا عم بيشتغل ولا حدا عم يعني الوضع صعب شوي. بلد كلها على كف عفريت، الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية، والعالم خايفين من حرب، بتعرف اشاعات كثيرة، والغلاء ضرب اطنابه بالبلد، الله يعين الفقير.